السلام عليكم بنات، نبدي بيونت 5 لسن 1. يونت 5 لسن 1 كومباوندز ناونز، الاسماء المركبه. الاسماء المركبه هي اسماء تتكون من كلمتين تعطي معنى جديد، مثل بوردينج كارت، بوردينج سفر، كارت تذكره، صارت تذكره سفر. هذه كلمه مركبه. تعب تعتبر الكلمة الأولى، تعتبر الكلمة الأولى، يعني هسه هاي مو متكون من كلمة، دائما هاي الكلمة الأولى تكون صفة، هاي صفة للإسم، دائما هاي تكون صفة للإسم. من يقول تذكرة كار، تذكرة مال سينما، مال شنو، مال سفر. وإذا أردنا جمع كلمة مركبة، من أجي أجمع هاي الكلمة المركبة؟ لازم أخلي إس الجمع الثاني كلمة، يعني أقول boarding cards، تذكرات سفر. ليش؟ لأن يعني هذا يعتبر صفة، هذا يعتبر اسم. ومرات أكو كلمات مركبة تتكون اسم مع اسم، مو شرط يعني، بس دائما يقول تعتبر الكلمة الأولى تصف الصفة للكلمة الثانية، ونخلي اس الجمع للكلمة الثانية. مثل هنا boarding cards، تذكرات سفر، قلنا قد تكتب بشكل متصل مثل seat belt. أما هاي seat belt ماكو شارحة بيناتها، أو نضع بينها شارحة. هاي 5-star hotel، يعني أوتيل خمس نجوم، أخلي بيناتها شارحة. هسا عدنا بكتاب الستيودنت، عدنا لسن 1، هاي الكلمات كلها كلمات مركبة. هو بالامتحان شي يجيب لك، مثلا يجيب لك الطرفين، أنت لازم تعرفين شلون تكونين كلمة جديدة. هنا بوردينج شختار له بوردينج كارت، تذكرة سفر. ترافل ايجنسي، هنا ايجنسي موجود، هي أنا ترافل ايجنسي يعني وكالة سفر. 5-star hotel، باكج ديل، تيكت لانش، غذاء معلب. سكاي ريسورس، منتجع تزلج. كار هاير، تأجير سيارة. self catering apartment، شقة ذاتية الخدمة، يعني انت self catering apartment، من تروح لهاي الشقة تكون ذاتية الخدمة، انت تخدم نفسك بنفسك. sight seeing، مشاهدة معالم. sea front، جبهة البحر. sea front، جبهة البحر. لازم انت تحفظين هاي الكلمات ويا معانيها، وتعرفين ما يصير تقولين travel car، لا travel ويا شنو، travel agency، 5-star hotel، package deal، package deal صفقة كاملة. نجي على كتاب النشاط صفحة 89، 89 listen 1. مهم جدا، شنو المهم به؟ هو ينطيك هاي الكلمات مثلا، انت تخليها تختاريها حسب المعنى، وكلها compound sound، كلمات مركبة. If we get a dash in Spain, we can buy food at the market and make our own meals. احنا قلنا اذا انت تروحين المكان وتخدمين، يعني تشتري غذاء وتسوي الاكل بنفسك، make our own meals، يعني نحن نسوي الوجبات الغذاء، هذا شيء يسمونه self catering apartment، قلنا شقة ذات خدمة ذاتية. Let's not go on a to Italy. It would be more fun to choose our own hotel. يقول خلينا بنات، هاي باكج ديل معناها انت مثلا هسه هنا شلون اكو شركات تاخذك مثلا للسياحة، هذا الباكج ديل قصده هاي الصفقة، يعني ناس مسوين سفرة هم يودونك للأوتيل، للأماكن السياحية. انت اذا رحتي باكج ديل خلال هاي الصفقة للسفرة راح تتقيدين بهم، هم يختارون. بس هذا هنا شي يقول let's not go on فراغ to إيطاليا، دعنا لا نذهب إلى إيطاليا. it would be more fun، من الممتع أن نختار الأماكن والهوتيل بأنفسنا. إذا ما يريد يروح بالباكج ديل، بالسفرة اللي مثلا السفرة اللي تكون من قبل منظمة، من قبل شخص، باكج ديل قلنا. I can't find my dash، I won't be able to get on the plane، لن أستطيع أن أذهب إلى الطائرة إذا لم أجدها. شنو الشيء اللي أنت ما تقدرين، إذا ماكو ما تقدرين تروحين تصعدين بالطيارة؟ أكيد تذكرة سفر، boarding card. Let's go for a walk along the، دعنا نذهب نتمشى
في داش this evening and watch the sun set over the water. يقول نشاهد شروق غروب الشمس على الماء. إذا وين يروحون؟ إلى sea front، جبهة البحر. I don't like looking fights online. I don't like booking flights online. Let us go and buy our ticket that travel agency وكالة السفر in Al Saad City. هاي شي يقول booking هنا معناه حجز. يقول ما أحب أحجز الطائرة بالإنترنت. دعنا نذهب إلى وكالة السفر travel agency ونحجز بنفسنا. If you order it now إذا طلبته الآن the hotel chicken will make إذا طلبته الآن مطبخ الأوتيل راح يسوي لك فراغ for anyone who is going on is going on the tour tomorrow. يقول إذا طلبته راح يجيك من المطبخ. شنو اللي يجيك من المطبخ؟ baked lunch وجبة غذاء معلبة يدزولك إياها. I spent the morning at the beach قضيت الصباح في على شاطئ البحر. And in the afternoon we did some وبالمساء راح نروح. I took lots of photos راح أخذ صور وأروح للمعابد الرومانية. إذا يروح شي يسوي sightseeing يشاهد معالم المدينة. You can't rely on public transport on that island. Iceland جزيرة. You should find out about هنا شي يقول أنت ما تقدر هنا بالجزيرة تلقي لك وسيلة نقل. وسيلة نقل you should find out يجب أن تبحث عن car hire so you can travel more independently لازم تجد مكان يأجرون بها السيارة.